الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي وحلقة جديدة من ألعاب الصلاة. أكيد إن النهاردة الموضوع مختلف شوية. الرياضة توقفت في العالم كله تقريبا، لكن إحنا النهاردة عندنا دور مهم جدا كإعلام مصري، كإعلام مصري للعالم، للشعب المصري. دور مهم جدا لازم نتكلم فيه ونتكلم مع كل الناس ونخاطب الناس بشكل مختلف حتى لو كان مجال رياضي. النهارده كل الناس تقول قناه الاهلي هتتكلم في ايه؟ هتتكلم في الرياضه؟ ما الرياضه قفلت. اكيد بتتكلموا صح، الرياضه قفلت، بس الرياضه قفلت عشان في فيروس في العالم، كورونا منتشر في العالم. النهارده على ارض الواقع الدوله المصريه واقفه مكمله في قرار رئيس الوزراء السيد الدكتور مصطفى مدبولي بوقف الدراسة، وقف النشاط الرياضي، وإيقاف 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 15 يوم. إجراءات احترازية بحتة، إجراءات مهمة ما نقدرش نعلق عليها، لأن الدولة المصرية أهم حاجة عندها هو المواطن المصري. المواطن المصري ده هو أهم حاجة في الدولة، هو اللي بيعمل كل حاجة. المواطن هو اللي بيلعب رياضة، هو اللي بيروح الصناعة ويشتغل صناعة، بيروح يعلم، بيروح نربي أجيال، حاجات كتيرة جدا جدا جدا. فالدولة المصرية الإجراءات الاحترازية بتاعتها 15 يوم أو 14 يوم لهذا، وده لا تعليق. بنشكرهم جدا جدا. بنتمنى بقى الشعب بحاجة مختلفة تماما. إيه المطلوب مننا؟ كلنا بنتكلم القرار و15 يوم هنعمل إيه مش هنعمل إيه؟ إيه المطلوب؟ إيه المطلوب مننا كشعب مصري؟ لازم نفكر كويس قوي اللي بيحصل حوالينا. المطلوب مننا إن إحنا نحافظ على الإجراءات دي، ننفذها، نطبقها، نطبقها بفكر كويس لكل الناس من أول من سينا لغاية أسوان. كل مصر لازم تطبق الإجراءات دي. نطبق، لو كل واحد طبق على نفسه هذه الإجراءات إن شاء الله هنعدي وهتبقى الدنيا حلوة ونرجع ونتبسط ونضحك. طول عمر الشعب المصري كده، وقف أزمات كتيرة جدا جدا جدا، وقفنا على بعض بس وقفنا صف واحد. النهاردة لازم نكون كلنا راجل واحد. الراجل الواحد ده يعني كلنا ماشيين في اتجاه واحد، يعني ما بقاش ولا خلينا هنتكلم على السوشيال ميديا دلوقتي حالا برضو كمان شويه، لكن خلينا نقول ان الاجراءات نظافه، ازاي ولادنا نحافظ عليهم، ازاي نحافظ ما نسلمش على الناس. كل الناس، كل القنوات وكل الناس اتكلمت على هذه الاجراءات، ناخدها ماخذ الجد، يعني ما نفكرش كتير، ما نفكرش، ده مش عيب. احنا ما نفكرش في اجراءات العالم سبقنا فيها، 1 2 3 4، ما نفكرش نظافه، ما نفكرش ولادنا ازاي ياكلوا، ازاي يشربوا، ازاي ما نتعاملش مع بره كتير، ازاي ما نسلم، ازاي الناس تروح شغلها وترجع بعد شغلها تقعد في البيت. شيء مهم جدا، الناس تخلص شغلها ترجع من شغلها تقعد في البيت. ما بالعكس، اقعد مع اولادك، اقعد مع اسرتك، اقعد بشكل مختلف، لان كل الرجاله اللي شغاله تقريبا ما بيقعدوش مع اولادهم، بيشتغلوا تقريبا مدة طويلة في اليوم. النهاردة على أرض الواقع في وقت جالك مساحة مهمة تقعد مع أولادك عشان نعمل الأسرة المصرية. لازم نطلع منها بإيجابية الموضوع. الموضوع مش عشان اللي احنا يا عمي سيبك ولا نقعد نتكلم في الشارع، ليه؟ ما تقعد مع أولادك، اقعد مع مراتك، اقعد اتكلم معاهم، شوف مشاكلهم اللي كلنا ما كناش قاعدين معاهم. الأغلب الرجالة وأنا منهم برضه بصراحة شديدة ما بنعملش ده، ما بنقعدش، لا نقعد ونشوف المشاكل ونشوف الولاد ويحصل ألفة واستئناس في العيلة. ده الأصول، ونتكلم ونشوف وهكذا. لو احنا عملنا ده وطبقنا ده احنا نجحنا كدولة بالمواطن المصري، احنا نجحنا كدولة بالمواطن المصري. شيء مهم جدا ان كل شخص يشوف دوره، يؤدي دوره. لو أدينا دوره، لو كل واحد أدى دوره في المجتمع المصري هنعدي وهتمشي. نروح بقى للسوشيال ميديا. موضوع السوشيال ميديا ده بقى موضوع يعني انا من وجهه نظري بصراحه شديده هتكلم عليه. موضوع بجد كفايه رهبه للناس، رعب، ذعر، اثاره وكلام كثير جدا. وبصراحه شديده الدوله المصريه على طول اول ما الخبر يطلع بتكون رده وقايله في الوقت واللحظه والثانيه والتو. شيء مهم جدا ان احنا كفايه السوشيال ميديا بننقل اخبار ونعمل شير وفورورد للناس. تليفوني ده
اللي انا ماسكه قدامي ده ما بيبطلش من الواتساب وبيبطلش من الفيسبوك، ما بيبطلش، كل الناس بتشير. ما شاء الله بقينا 100 مليون دكتور، 100 مليون دكتور في مصر، وكل واحد بيتكلم بشكل. هي الاجراءات معروفه والطريق اللي احنا نخرج من الازمه دي معروف، ما نقعدش نختلف، نخرج كثيرا. كل واحد بقى يقوم طالع عامل لايف على السوشيال ميديا بيتكلم ونعمل كذا ونعمل كذا. ليه؟ نيجي تساله ليه؟ هو حضرتك دكتور؟ هو حضرتك عشرت الكورونا قبل كده؟ هو حضرتك عارف حاجه؟ حضرتك مش عارف. في ناس عارفه وناس بتؤدي دورها في الدوله اللي هي خايفه علينا. صدقوني اكيد ده لازم يكون واقع، لازم يكون هي دي الثقه اللي موجوده بينا كلنا. مش هتلاقي مثلا، انا ليا ناس صحابي يقول لك اصل واحد صاحبي تعب وقعد في بيت لوحده باي مناسبه، ما تروح المستشفى. فتقول له هو مين؟ يقعد يتوه فيك. بلاش تتويه للناس، بلاش كل شويه نقول خبر وخلاص. الدولة المصرية حطت مستشفيات بعينها 1 2 3 4 في كل المحافظات بأسماء معروفة. أي حد يتعب يروح، ما فيهاش مشكلة، إن شاء الله تعدي. ما فيش حاجة في الدنيا، هو المرض الموجود ده هيؤثر على إيه؟ لو كان ربنا كاتب البني آدم هيموت، هيموت. خلاص مهما جريت منه، كلنا كده. مهما جريت منه، لو ليا وقت النهاردة خلاص خلص الموضوع. فلازم بس نقول كلمتين مهمين للسوشيال ميديا، البهوات والاساتذه والكباتن والناس الافاضل اللي قاعدين على السوشيال ميديا. تحروا الدقه في الفورورد بتاعكم، تحلوا او يعني حاولوا بجد تتحروا الدقه في اللي بتديله شير، لان دي امانه مهمه جدا علينا كلنا. ان انا بشير حاجه اشير ومتاكد ان هي 1000000% صح، اشير كلام من منظمه عالميه ماشي، لكن اشير كلام من واحد صاحبي وخلاص ما ينفعش. فلازم الدور المهم علينا في السوشيال ميديا، في السوشيال ميديا كمان مره، واقول وقعه كمان بالمناسبه، يعني دور مهم جدا ان انت تكون بتتحرى الدقه في الشير اللي انت بتعمله، لان الشير ده بيجي على ناس، والناس ممكن تكون قلبها مش جامد زيك. يحصل هزه للبني ادم، ليه نهز بعضينا؟ بالعكس، النهارده لازم نكون كل الناس اصطفاف واحد تجاه واحد، كلنا ايدينا في ايدين بعض، كلنا ايدينا في ايدين بعض عشان الدنيا تمشي وتروح لحته مهمه جدا، وهو بر الامان. وان شاء الله باذن الله، ثقه بالله، ان احنا هنروح لبر الامان قريب جدا. بس اهم حاجه نكون ايدينا في ايدين بعض. هتقولي بلاش الايد عشان الايد بينقل العدوى والكلام ده، اكيد، لكن انا قصدي إن إيدينا في إيدين بعض ماشيين في اتجاه واحد. يا جماعة بلاش نخرج عن النص. الوقت ده لازم يكون كلنا اتجاه واحد. كلنا اتجاه تاني، كلنا اتجاه واحد. لو رحنا في أي مكان تاني غلط. ما ينفعش. واحد من ألمانيا بيتكلم، واحد من الصين بيتكلم، واحدة من أمريكا بتتكلم وتقول وتعيد، وتيجي تدور عليهم في الآخر على السوشيال ميديا ليهم أساسا ما لهمش دعوة بالموضوع. هم داخلين يتكلموا كلمتين وخلاص. داخلين ياخدوا فولور وخلاص. داخلين ياخدوا فيور وخلاص. الموضوع مش كده، الموضوع ابسط مما اي حد يتخيله في الحياه. نتحرى الاجراءات الاحترازيه، نمشي عليها، نمشي عليها كشخص كمواطن. انا النهارده لما اكون اسره متكونه من 5 افراد انا مسيطر عليهم، وكل واحد في اسرته 5 6 مسيطر عليهم، الامور اتسيطرت عليها. لازم يكون عندنا لوحه ايجابيه نتكلم بيها. طول ما احنا شايفين ان الدنيا بايظه واصلي في مشاكل وانعدام ثقه وحاجات كتير غلط، والله غلط. النهارده جايز اول مره اتكلم معاكم فعلا بواقعيه شديده جدا جدا جدا. ليه انعدام؟ ما ينفعش. لا، احنا عندنا كذا، الحمد لله قادرين نحاصر، قادرين، عندنا دوله مصريه واقفه قادره تدي الاوقات التوقيتات المظبوطه اللي هي فعلا شايفاها من وجهه نظرها، قادرة تعمله. وتقف 1 و2 و3 و4 وأقول لك أصلي في حظر، يعني بالهادي، بالهادي علينا، بالهادي بجد. ما تخليش الناس تجري على السوبر ماركت كده. أنا رحت السوبر ماركت، والله العظيم أنا عايز أضحكه، نفسي أعطس مش قادر، خايف كل الناس، واحد عطس، والله العظيم لو قلت لكم الحقيقة الناس جريت في هلع. بالهادي 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 كده مع بعض، يعني إيدينا في إيدين بعض، وبالهادي هنعدي. حتى لو في اي مشكله الراجل هتلاقيه لوحده دايركت لوحده يروح المستشفيات. لازم نكون ايجابيين مع نفسنا. الايجابي ده مع نفسه شيء مهم في الوقت ده. تعبان اطلع على المستشفى، هروح للناس واقول انا تعبان،
وهقول لكم حكايه ثانيه برضو كلام بيتردد كثيرا وكلام ليس له اساس من الصحه. اصل لما بيروح المستشفى يا بيه ما بيدخلوش ازاي؟ ما حصلتش، مستحيل. احنا في الشده بنكون واقفين مع بعض كويس. اتمنى من الشعب المصري واتمنى من كل واحد بيسمعنا واتمنى من كل الناس الاجراءات الاحترازيه اللي الدوله المصريه حاططها نمشي عليها. نسمع الكلام، نتبع التعليمات. نسمع الكلام لو لمره واحده كلنا نمشي في اطار واحد، مهما اختلفنا في كل الاشياء، مهما اختلفنا في الكلام، مهما اختلفنا في الاراء. نمشي مع بعض. لو مشينا هنعدي. وثقه بالله انا هنعدي. بس بالهدوء، بالهادي. بالهادي، مفيش حد في الدنيا بياخد دنيا مره واحده. الدنيا فيها خطوات عشان نوصل ونكسب. حتى في الماتشات لازم نتمرن كويس، لازم نستعد كويس، لازم نروح للماتش الفاينل كويس. نفس الكلام في هنا بالظبط في الكورونا، لازم نستعد كويس ولازم نمشي مع بعض شويه عشان نوصل للي احنا عايزينه باذن الله، وهو ان احنا البلد تكون خاليه من فيروس الكورونا باذن الله. باذن الله توكلنا على الله كده واحده واحده مع بعض، وان شاء الله باذن الله الامور هتكون كويسه جدا في المرحله اللي جايه. اكيد الرياضه انطبع عليها حاجات كتير. اتوقف الدوريات في العالم، اتوقفت الكوره والكوره اليد وكل الالعاب في العالم، قفلوا، قفلنا. الخسائر كتيره بس الروح البشريه او النفس البشريه اهم. ده شيء مهم. مهما كان خسائر الفلوس في العالم ما تسويش حياه بني ادم. لو اليابان النهارده اللي صرفه 13 مليار دولار طوكيو 2020، كلنا نفسنا نروح طوكيو 2020، كلنا عايزين نتفرج على طوكيو 2020. 13 مليار دولار في حياه مواطن في العالم اعتقد ما تسواش شيء. في تاجيلات، في تكهنات كتيره ان هي ممكن تتاجل خلاص يوم الاربعاء اللي جاي. في هيحصل فيه كونفرنس بين رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه والاتحادات في العالم، ورؤساء الاتحادات في العالم او رؤساء اللجنه الاولمبيه في العالم عفوا، علشان يقرروا هل هنلعب طوكيو 2020 ولا لا. في اليابان بيقولوا احنا عايزين نلعب. وزيره الالعاب الاولمبيه هناك قالت لا ما عنديش مشكله، تعالوا احنا تحت امركم. لان صارفين فلوس. بس تاني مره هقول ان صرف الفلوس ما يسواش حاجه في حياه مواطن في العالم خالص. فيوم الاربعاء اللي جاي هيتحدد لو اللجنه الاولمبيه الدوليه هتقرر تلعب ولا تاجل. في ناس بتقول هتاجل شهرين ثلاثه، وفي ناس بتقول لا مش هتاجل شهرين بل بالعكس هتاجل سنتين، في ناس بتقول هتاجل سنه. محدش يعرف كلها برضو تكهنات وكلام، كلام بنتكلم مع بعض فيه، كل واحد بيبقى ليه راي. لكن في الاخر القرار فين؟ في رئاسه اللجنه، في اللجنه الاولمبيه الدوليه. هيقول يا جماعه احنا هنلعب الدوره الاولمبيه دي في 2022، لا هنلعبها في واحد، لا مش هنلعبها خالص. هي كده. لو مشينا مع العالم في كل حاجه الخسائر كتيره جدا. ما زي ما احنا زي ما في خسائر في الرياضه بقى في خسائر في الاقتصاد في العالم. هنعمل ايه؟ في خسائر طبعا، في خسائر. الدوري الامريكي مثلا الان بي اي نص مليار دولار طاروا خسائر. وفي لعيبه في امريكا بالمناسبه جالها وعادي، طلعوا اعلنوا رسمي. بيعلنوا رسمي لان احنا مش خايفين. المرض ده في العالم يا جماعه كله، مش في دولة أو الاتنين عشان حد يخبي، بل بالعكس الصدق والصراحة اللي احنا فيها في العالم كله بيطلعوا يقولوا. النهاردة إيطاليا فيها 24,000 حالة، مصر ما شاء الله الحمد لله، اللهم يعني اللهم لا حسد، نشكر ربنا كلنا 126 حالة، 127 يعني رقم الحمد لله، وقادرين يعني الحمد لله نحمد ربنا. مش لازم يبقى عندنا 20,000، مش لازم يبقى عندنا 30,000 عشان يبقى احنا عندنا الحمد لله. نحمد ربنا، نحمد ربنا ان ربنا انعم علينا بالحالات القليله دي، نقول الحمد لله والدوله قادره تواجه. شيء مهم جدا ان احنا نحمد ربنا على ربنا اداهولنا، وان شاء الله باذن الله كلنا نبقى فرحانين ان كل الموجودين يكونوا طلعوا تمام الشفاء، شوفوا طلعوا الحمد لله وتعاملوا تاني في المجتمع المصري. ده شيء مهم جدا جدا جدا. لو كان اوروبا طبعا كلها قفلت عندها مشاكل، مفاجاه ان الصين النهارده بتشتغل. الصين اللي بدأ فيها المرض بتشتغل. لو بصينا على التجربه دي، تجربه ناجحه، تجربه ناجحه بيحاصر المرض في مليار و300 مليون، تجربه ناجحه. والنهارده بدأت الولاد ترجع المدارس تاني، بس عشان سمعوا كلام الحكومه، سمعوا الكلام وخدوا الاجراءات دي قدامهم
ما كانش عندهم مشكله يلا بسرعه على السوبر ماركت عشان نجيب الاكل نلم الاكل. سوري يعني في الاخر الاكل ده ايه؟ خد اللي انت عايزه. لا قدر حصل اي حاجه، حصل اي حاجه اكيد في اوقات هننزل نشتري فيها اكل وشرب وكل حاجه، الدنيا هاديه، ناخد الدنيا بس شويه بالهادي، بلاش ناخدها في اتجاه تاني خالص. ان يلا تنزل السوق تلاقي الناس كلها عماله تلم، اما بقى الناس اللي بيخرجوا فده شيء تاني بصراحه. حس معانا شويه، هي كده، حس معانا شويه، حس معانا يعني، لازم تتفاعل معانا مع المجتمع. ما تضرش نفسك وتضرنا، ما تضرش نفسك وتضرنا، بالعكس يا عم يعني سيبك من الغي او الحاجه اللي انت بتحبها اسبوعين، اسبوعين بس هتلاقي الدنيا حلوه وهترجع تعيش حياتك تاني وهتضحك تاني وتتبسط تاني وتخرج مع اصحابك تاني. ما انت ياما خرجت مع اصحابك برضه يعني، ياما قعدت في اماكن كتيره مع اصحابك وتهزر وتضحك وتخرج مع كل الناس وتعيش حياتك مع كل الناس وتروح مول وتروح تعمل شوبينج وكل حاجه. حس بس معانا شويه اليومين دول عشان احنا محتاجين كل ايد مصريه مع بعضيها عشان ايد واحده ما بتسقفش، لكن كلنا لازم نسقف بعض ونمشي في اتجاه واحد. يا رب يا رب يا رب يكون ده بدايه لينا اللي احنا كمان نركز في حياتنا، نركز في عملنا، نركز في شغلنا، مش لازم نبص جنبنا ونقول اصل خالد العودي بيقول، اصل فلان بيعمل، اصل كذا اصل شفته كان بيعمل ايه وبيقول ايه. نركز، التركيز شيء مهم جدا، لو كل واحد ادى دوره في الحياه هنروح في حته تانيه كلنا، شيء مهم جدا 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 في المرحله دي. العالم كمان في نقطه مهمه جدا عايز اكلمكم برضو عليها، العالم كله في المرحلة دي في اللي هي الانبعاثات الكربونية اللي هي كان البيئة، حافظة على البيئة اللي هو دايما يقولك حافظ على البيئة، الاحتباس الحراري ايه ايه ايه، عارفين لما يقولوا ان الطبيعة غضبانة علينا، هي كده. لازم الناس يعني تبتدي تفكر كويس قوي على المحافظة على الموضوع ده. هتقولي ايه اللي ربط الاتنين ببعض؟ ما هو كورونا ده لما طلع ده فيروس، بس لو كان قدامه حاجات تانية كتيرة بتحصل من العالم كله كان عدى. فلازم نكون بس نبص بصة شوية للطبيعة اللي حوالينا، نديها حقها زي ما احنا بندي حق كل واحد، زي ما انت عايز تاخد حقوق ادي حقوق برضو للناس، ادي الطبيعة شوية، اديها شوية، بس اديها شوية عشان نعدي. في الآخر في المجمل العام بقول للناس كلمة واحدة، كتاب ربنا قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. نركز، كل الاديان بتتكلم اتجاه واحد، ان ربنا اللي كتبه لنا هنشوفه، بس نشوفه واحنا مبسوطين هاديين. لازم نكون ايجابيين مع المرض، الناس بتشفي من الكانسر بالعزيمه والاصرار، بالعزيمه والاصرار، وقدامنا امثله، انا ما بقولش روايات مش بقول حكايات، بالعزيمه والاصرار الناس ربنا بيشفيه من الكانسر. يقولك خلي عزيمتك جامده، ما تخلي عزيمتك جامده، خلي الاصرار يكون موجود، خلي عزيمتك تكون موجود ان انت تكافح هذا المرض، هذا الفيروس. لازم كلنا نكون عندنا عزيمه قويه جدا، لا هيجيلي، لا يا نهار اصل انا سخنت شويه النهارده، يا بالهادي، والله بالهادي هتمشي. لازم يكون عندنا عزيمه قويه جدا جدا ان احنا نقدر نقتل الفيروس. بكده نخرج لفاصل وترجعوا لنا مرة تانية. ومتابعة لأخبار النادي الأهلي. اخبار النادي الاهلي النهارده اخبار زي ما احنا شايفين قدامنا في الصوره، العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي اجتمع مع كل مديرين الافرع ومدير عام النشاط الرياضي الكابتن رؤوف عبد القادر وحضور مسؤولي اللجان الطبيه والمديرين الفنيين ورؤساء الاجهزه ومديرين القطاعات وكمان مدير الاكاديميات والمدارس بكل الالعاب الرياضيه اجتمع عليه، وكمان برضو قطاع الاحتياجات الخاصه كان معاهم.
اجتمع عشان تماشيا مع قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتعليق النشاط الرياضي لمدة أسبوعين. ده كان نوع من يعني عشان يشوف النادي هيمشي ازاي. زي ما احنا شايفين قدامنا في الصورة، النادي الأهلي بدأ رسميا في الحملة اللي بياخدها مدير التنفيذي للنادي الأهلي تماشيا مع قرار الدولة ان هو يقدر يعمل عملية تطهير كاملة للنادي الأهلي في أي وقت. الكلام ده مش عشان تقول يا النادي الأهلي فيه، لا لا خالص، ده اللي احنا بنقول لسه من شوية. بلاش نجري مع الأخبار، خلينا نشوف الحاجة الإيجابية جوه الخبر. الحاجة الإيجابية جوه الخبر على طول التعليمات بتنفذ داخل النادي الأهلي على طول، التعليمات 1 2 3 4 كله بينفذ حرصا 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 مننا على صحة برضه المواطن المصري. واكيد النادي الاهلي جزء من المجتمع المصري، فاكيد بالتالي اول ما يحصل قرار كلنا بناخد القرار سريعا جدا ونبتدي نتماشى مع هذا القرار ونشوف هنقدر نطبقه ازاي جوه النادي. والحمد لله النادي الاهلي من اول الناس اللي بداوا هذا القرار وتفعيل هذا القرار سريعا جدا جدا جدا. اكيد ده شيء مهم، رؤيه مجلس الاداره النادي الاهلي في هذا الشان مع المدير الاداره التنفيذيه في النادي الاهلي. والاجتماع اسفر عن يعني ان يحددوا الامور ان النشاط الرياضي 15، عمر الاولاد اهم وصحه المواطن اهم و و و و و. خلينا نروح لتقرير مع كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بنادي الاهلي، نشوف قال ايه بعد الاجتماع ده وترجعوا لنا مره ثانيه. احنا النادي الاهلي طول عمرنا ان احنا بنلتزم بقرارات الدوله، وخاصه ان القرار ده ذات معنى وصدر يعني اكيد بعد دراسات من المسؤولين عن الوضع الصحي. فبالطبع احنا خدنا الخطوات الاحترازيه قبل حتى صدور هذا القرار من حوالي 3 ايام او 4 ايام. كل الادارات التنفيذيه داخل النادي خدنا المبادرة والخطوات اللي احنا بنحاول على قدر الامكان المحافظة على اعضائنا. وزي انا قلت في الاجتماع دلوقتي، النادي الاهلي مليء، الخزينة بتاعته مليئة بالكاسات، ولكن العنصر البشري اللاعب او المدرب يعني زي ما قلت بالظبط التعبير ان ضفر لاعب واحد بس بالبطولات العالم كلها بالنسبه لنا. فاحنا في اكيد مسؤوليه الاجهزه الفنيه كلها بعد انتهاء الفتره اللي الدوله حددتها، لو الاتحادات شاءت ان هي هتقيم بعض البطولات المسابقات، فاكيد الناس الفنيين ما بين يعني عايزين يهتموا بالفرقه بتاعتهم بعد عوده النشاط، وفي نفس الوقت الالتزام بالقرار. فاحنا قعدنا احنا في النادي الاهلي تملي بنؤمن، وكان شعار مجلس الاداره الحالي هو اسره النادي الاهلي. ومن هذا الواقع احنا النهارده قعدنا مع جميع المسؤولين الفنيين عن جميع انواع الانشطه الرياضيه داخل النادي الاهلي علشان نسمع منهم ايه الاراء بتاعتهم ونبلغهم بقرارات الإدارة العليا بهذا الخصوص. وخدنا بعض التوصيات. طبعا الأساس في الموضوع هو اللجنة الطبية وأطباء اللي موجودون كانوا معانا، اللي شرحوا لكل الناس الفنيين كل شيء يختص بهذا الفيروس وكيفية مكافحة الانتشار والطرق الاحترازيه والوقائيه لحمايه اللاعبين. المهم احنا في النهايه ان احنا طلعنا ببعض التوصيات اللي باذن الله هنرفعها للاداره العليا للنادي علشان تتفق مع الرؤيه وقرار الدوله. هنحتفظ بيها لحين مناقشتها علشان ناخد منها، لان مش كل يعني توصيات ممكن ان احنا ناخد بيها، ولكن احنا بناخدها ونفلترها. المهم لا تتعارض مع قرار الدوله زي ما قلت، هو ده الاساس. اكيد النادي الاهلي طول عمره في الطليعه، واحنا بنعتبر ان النادي الاهلي بيبقى تملي قدوه لجميع انديه مصر. يعني اكيد
انا بتوقع ان معظم انديه مصر بتنتظر النادي الاهلي ايه القرارات اللي بياخدها، وبعد كده بيعمم هذه القرارات او بيحاول ان هو يطبق نفس القرارات. فعلشان كده دي بيدينا احنا مسؤوليه كنادي اهلي، ان القرار في الغالب ما بيبقاش قرار داخل النادي الاهلي فقط، ولكن بيتبعه قرارات اخرى من انديه اخرى. عشان كده احنا حريصين ان القرار بتاعنا يكون القرار السليم الذي يتفق مع رؤيه الدوله. هنقول من الوقت اللي احنا فيه النهارده دي عند توقف كل الانشطه الرياضيه، النادي الاهلي يعتلي قمه جميع المسابقات في جميع الانشطه وجميع الالعاب في جميع المراحل السنيه. هيستثنى علشان ما نبقاش بنتكلم على الكل، في طبعا بعض الالعاب، ولكن اللي انا عايز اقول النهارده احنا في موقف التنافس او في الطليعه بالنسبه لكل الالعاب. ولكن هرجع اقول تاني ان اذا جاءت يعني احراز الكؤوس على حساب اي حد من اللاعبين او صحه اللاعبين او اي حاجه مش هيحصل هذا الكلام. اهم حاجه عندنا زي ما قلت حضرتك اللي هو اتخاذ الاجراءات الاحترازيه والوقائيه التي تضمن صحه لاعبين. من كلام كابتن رؤوف عبد القادر التزام بقرارات الدوله عجباني قوي بصراحه، هو ده الصح. النادي الاهلي طول عمره كده، طول عمره كده على مدار التاريخ ملتزم بقرارات الدوله. اول ما الدوله تقرر النادي الاهلي على طول يمشي مع القرار ده الصح. صحه المواطن المصري كانت اهم حاجه. هنا هنتكلم على جزء صغير في المجتمع المصري وهو صحه الرياضي الصغير الناشئ، كمان الناشئ واللاعبين مش هقول لك اللي بيتصرف عليهم كتير، لكن عايز اقول لاولياء الامور كلمه مهمه. بالمناسبه واحنا قاعدين كده في البيت ما عادش في اي مجال غير المذاكره، وطبعا ربنا يكون في عون الامهات في البيوت بجد، ربنا يكون في عونهم. لا عنده ولد او اتنين او ثلاثه فطلع عينيهم من الاخر عشان يبقى الكلام بس ايه واضح. فنقول لها حاجه مهمه، هتدوسي على المذاكره وتقولي له ذاكر 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 او مش هيذاكر، خليه يلعب شويه رياضه في البيت يتنطط. برضه كلنا كنا اطفال في مرحله السنيه صغيره وكلنا عايزين نجري، ربنا كرمني ورحت النادي فبدات اجري اتنطط واروح مراجيح واعمل واعمل. طبعا هو دلوقتي في البيت قاعد التكوين بتاعه ان هو يبقى صاحي مثلا تقريبا 14 ساعه في اليوم صعب بجد، صعب صعب على الامهات. فنقول لهم لعبوهم، العبوا رياضه في البيت عشان نخلي دايما في تواصل رياضي مع الناس كلها، حتى الام اللي هي ما بتلعبش رياضه تلعب مع اولادها. سويدي بطن ظهر ضغط حاجات كتيره ممكن تعملها، يتنططوا مع بعض شويه زي ما احنا كنا زمان. كان بيجي في برامج في التلفزيون المصري بالذات كان بيبقى في برامج صباحيه ساعه رياضه، ويجيبوا الناس بيعملوا سويدي واستريتشات فكل واحد رياضي بنقول له خد من وقتك نص ساعه في اليوم، نص ساعه الصبح ونص ساعه بالليل مفيش اي مشكله. والام كمان بنقول لها العبي معاهم عشان نفضي الطاقه اللي موجوده عندهم. انا عارف ان البيوت بقت صعبه جدا والامهات شايله حمل كبير جوه البيت، فكلنا مع بعض كده نلعب مع بعض. خلوها جايز تكون حاجه ايجابيه ونقطه ايجابيه ان الناس تتحول بعد الاسبوعين دول للرياضه كلهم. البيوت دلوقتي فيها مشاكل، فيها مشاكل من الاولاد والامهات وصداع وي 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 وي. العبوهم، قول له كل واحد ولد صغير بيلعب في نادي اتمرن شويه في البيت، مش بالكوره عشان ما يكسرش النجفه، لكن في الاخر هو تمرينات سويديه علشان يقدر في المرحله اللي جايه يفضل متواصل، وان شاء الله قريبا تنفرج الازمه ونروح في اتجاه تاني ونرجع تاني مصر كلها منوره باهلها وشعبها وبناسها. نتمنى التوفيق في المرحله الجايه باذن الله. خلينا نروح للخبر التاني معانا، وخبر عن تأجيل البطولة الأفريقية، كلها متأجلة طبعا. البطولة الأفريقية لكرة الطايرة نادي الأهلي كان حامل لقبها في الموسم الماضي رجال وسيدات. الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة الطايرة أعلن تأجيل البطولتين لأجل غير مسمى
تمشيها مع قرارات الدولية وقرارات المصرية وتعليق النشاط الرياضي حتى إشعار آخر. نادي الأهلي كانت البطولتين المفروض هيتلعبوا من 1 ل 11 السيدات والرجال من 12 ل 22 إبريل على صالة الأمير عبد الله الفيصل في النادي الأهلي. لكن كده قفلنا البطولتين، البطولتين كده اتقفلوا زي كل حاجة اتقفلت في الرياضة أو تعلقت، بلاش كلمة اتقفلت عشان الناس ما تزعلش مننا، اتعلقت في المرحلة دي. خلينا نروح تقرير مع كابتن حمدي الصافي ونشوف قال إيه بعد هذا الموضوع وترجعوا لنا مرة تانية. الحقيقة طبعا معروف النادي الأهلي أكبر نادي في أفريقيا والشرق الأوسط، ونادي الأهلي دايما من أكبر الأندية اللي بتقف ورا قرارات الدولة ومع الدولة. الحمد لله النهاردة أكدنا على القرار دوت، إن إحنا أهم حاجة عندنا سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية وأسرة الكرة الرياضة عامة في النادي الأهلي، فأكدنا على الموضوع دوت واتناقشنا كمان، كان موجود الإدارة الطبية وديتنا برضو بعض المعلومات عن المرض وإزاي نتفادى الوقوع في المرض وإزاي يبقى في خطوات للعيبة إرشادية للعيبة والأجهزة الفنية أنها تتعامل الفترة الجاية في ظل هذه الظروف. والحمد لله يعني استفدنا جدا من القعدة، والأجهزة الفنية أكدت كلها أن هي ورا الدولة في جميع القرارات اللي بتاخدها ومع النادي الأهلي طبعا في أي قرار ياخده. النادي الأهلي ياما أخد بطولات وياما هياخد بعد كده بطولات، مش بطولة حتى أتقلل من النادي الأهلي، لا إحنا بنأكد أن الإنسان وأن اللاعبين والأجهزة الفنية أهم حاجة في المنظومة. النادي الأهلي بيحافظ على أبنائه، رسالة كانت متوجهة النهاردة أن النادي الأهلي بيحافظ على أبنائه الأبطال في جميع الألعاب. طبعا احنا الحمد لله ككره طايره متصدرين الدوري وعندنا نهايات الكاس، بس احنا بناكد برضو ان عمليه البطولات ديت ممكن نعوضها بعد كده في المستقبل، انما الحفاظ على اللعيبه والاجهزه الفنيه واسره الرياضه في النادي الاهلي دي اهم حاجه، والوقوف مع الدوله في الازمه ديت، وان شاء الله باذن الله نعدي منها على خير باذن الله. كلنا مع الاستفاف لاتجاه واحد. نروح سريعا لاخبارنا المحليه وهي اخبار كلها بتتعلق بهذا اللي احنا فيه بفيروس كورونا والناس اتعلقت في بره مصر وهكذا. نروح لاخبارنا المحليه. منتخب المصارعه عنده ازمه. لعيبه اشتكوا في وزاره الشباب والرياضه وقالوا ان المدرب حسام مصطفى هو سبب تراجع مستوى منتخب مصر، وكمان قالوا ان هو ما بيسافرش، اتمنع ممنوع من الدخول. لكن رئيس الاتحاد الاستاذ عصام نوار قال ان ازمه منتخب المصارعه الرومانيه ازمه مفتعله من قله قليله من اللاعبين اتجاه المدرب، واكد ان المدرب ده هو احسن مدرب في مصر. نوار قال في تصريحات لبوابه كاس نيوز ان في لاعبين رفضوا المدرب وامتنعوا من قبل التدريب وتم احاتهم التحقيق، مشيرا انه لا يعقل ان لاعب او اثنين هم اللي هيديروا المنتخبات. اكيد المنتخبات اللي هي بتستعد لطوكيو الدوله حطاها في اطار مهم جدا. الدكتور اشرف صبحي اعلن ده وقال ان احنا مع كل الاتحادات هنشوف هنعمل ايه بالظبط في تدريبات ابطالنا اللي كان برضو بيستعدوا لطوكيو، اذا كانت طوكيو هتقام هيقدروا يسافروا باذن الله. سريعا جدا اللواء احمد نصر نائب رئيس الاتحاد الدولي للترسي ورئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي للعبه شكر الدكتور اشرف صبحي شكر كبير جدا، شكر فعلا واجب عليه الدكتور اشرف صبحي، تدخل سريعا لحل ازمه مشكله بطله مصر وافريقيا اللي كانت مؤهله للاولمبياد بسمله عبد الحميد السلموني عودتها لمصر، فاسبانيا اتقفل عليها قعدوا هناك مش عارفين يجيبوها، لكن الدكتور اشرف صبحي باتصالاته فعلا ما شاء الله باتصالاته قدر ينهي الازمه في هدوء تام بعيدا عن اي مشكله، وده عادتنا على الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. والحمد لله بسمله رجعت الى ارض مصر. هانيا الحمحمي والسكواش وبطوله قبل قفل او قبل تعليق البطولات، هانيا الحمحمي بتفوز ببطوله بلاك بول أول مرة في حياتها، أول مرة في تاريخها هي المصنفة التاسعة عالمياً، لكن توجت بلقب بطولة البلاك بول أول مرة تشعر بأنها تعيش فيه، بتقول في حلم أو قصة
عايشه بتكسب مين؟ نور الشربيني رقم واحد في العالم. بطلتنا برضو مصنفه عفوا المصنفه الرابعه على العالم، كان حلم ان هي تكسب نور الشربيني. لعبت مباراه كبيره جدا امامها 71 دقيقه المباراه تتارجح لغايه ما وصلت الى 3-2. قالت ان وصلت للدور النهائي ما كانتش مصدقه نفسها ان هي بتخوض بطوله من البطولات البلاتينيه في عالم الاسكواش، وكمان ان تكسب نور الشربيني. قالت ان دي اصعب مباراه لعبتها في تاريخها في حياتها، دي كانت اصعب مباراه. هنروح لاخر خبر معانا النهارده، حبيبه مرزوق. حبيبه مرزوق بطلتنا في الجمباز الايقاعي والصعود والتاهل الى اولمبياد طوكيو. البطوله تقام في شرم الشيخ، كان بعد قرار التعليق البطوله بتخلص خلاص، فقدرت حبيبه مرزوق تتاهل الى اولمبياد طوكيو. كسبت ذهبيه التصفيات الافريقيه المقامه في مدينه شرم الشيخ في صاله المدينه الشبابيه. بالمناسبه حبيبه مرزوق حصلت على 73.700 نقطه لتحتل المركز الاول وتتوج بذهبيه التصفيات القاريه. الدكتور ايهاب امين رئيس الاتحاد المصري الى الى نتيجه الى نتيجه تعدي طفره كبيره لنا، واشار امين على حرص اتحاد الجمباز على اقامه البطوله في شرم الشيخ للمره الاولى. بكده خلصت اخبارنا، لكن ما خلصتش حلقتنا. حلقتنا لسه مستمره، ومستمره مع مين؟ مع نجم كبير، مع نجم في عالم كره السله في النادي الاهلي. بنستغل الفتره دي في وجود وابراز نجوم داخل تاريخ النادي الاهلي وداخل بطولات النادي الاهلي. مهم جدا 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 ان دايما رموزنا في الالعاب يكونوا متواجدين معانا في قناه الاهلي، بس عشان ممكن يكون بيكون ما يقدروش يوصلوا لغايه هنا، بنوصل احنا ليهم داخل النادي الاهلي وداخل جدران النادي الاهلي عشان نسجل معاهم. معانا النهارده نجم كبير في عالم كره السله، واحد مؤسسي كره السله، واحد يعني اللي طلع اجيال كثيره جدا داخل النادي الاهلي. معانا النهارده صانع نجوم، صانع الابطال في وصانع بطولات داخل النادي الاهلي، الكابتن حنفي هيكل. هنسيبكم مع كابتن حنفي هيكل تستمتعوا معايا عن حكايه سنين في التاريخ كره السله، والحلقه تخلص. واستنونا يوم الاربع، وحلقه مهمه وحلقه قويه جدا مع نجمتنا الكبيره دينا مشرف، اللي احنا ما صدقنا نمسك فيها ونلاقيها علشان تكون متواجده معانا يوم الاربع جاي عشان تحكي عن حاجات كتيره جدا. فعلا مستنيين الحلقه كلنا بفارغ الصبر، وان شاء الله تكون متواجده معانا دينا مشرف يوم الاربع من 7 ل 8:30. اسيبكم مع كابتن حنفي هيكل. يعد الكابتن حنفي هيكل صانع النجوم، الذي ولد في 29 من شهر اكتوبر عام 1942، واحدا من ابرز لاعبي فريق الاهلي لكره السله والمنتخب المصري على مر التاريخ. لم يكتفي هيكل بنجاحاته داخل ملاعب كره السله فحسب، بل تحول بعد الاعتزال الى واحد من ابرز من شغلوا المناصب الاداريه والفنيه في النادي الاهلي، حتى لقب بصانع النجوم. خاصة أن هيكل طوال مسيرته التدريبية التي اتسم بالإخلاص أشرف على تدريب العديد والعديد من نجوم السلة الأهلاوية، بل وتفجير طاقاتهم الفنية حتى أصبحوا فيما بعد نجوما ورموزا في تاريخ عالم الباسكت، منهم الدكتور حسين فهمي، مصطفى رشاد، عادل إبراهيم، نبيل بخيت، أشرف توفيق، سيد صابر، طارق الغنام، علي هاشم، مودي الجرحي، مصطفى الشافعي، رامي جنيدي، أحمد أبو الفتوح، وغيرهم الكثير والكثير. عين هيكل في العديد من المناصب الفنية والإدارية لكافة الأعمار وحتى الدرجة الأولى. اتسم خلال عمله في تلكم المناصب بقوة الشخصية والإخلاص والحزم والعدل، وبتطبيقه لمبادئ النادي الأهلي التي ظلت وتظل إرثا موروثا يتناقل بين الأجيال. على مدار أكثر من 15 عاماً دافع فيهم حنفي هيكل عن ألوان قميص النادي الأهلي، تمكن من المساهمة رفقة أبناء جيله في تحقيق العديد من البطولات، منها بطولة الدوري العام، العديد من بطولات الجمهورية والمنطقة. برغم من اعتزاله عالم كرة السلة كلاعب عام 64 وتدريب عام 2010،
إلا أنه رفض كافة العروض التي تلقاها لتدريب الفرق المصرية، ظل متعلقا بالنادي الأهلي الذي اعتبره دائما ليس مجرد ناد رياضي، بل بمثابة البيت الكبير الذي لا يمكن تخيل الحياة خارج جدرانه. كنت أهلاوي من الصغر وعشقت النادي الأهلي، وجيت هنا حوالي سنة 59 قابلت الكابتن فؤاد شعبان، وكابتن شعبان عبد الرحيم كان ماسك الناشئين، وقلت له إن أنا عايز العب في نادي الاهلي وبتاع، تلعب كويس تخش الاختبار. دخلت الاختبار، كنا تحت 14 سنه، جيت استمريت كتير، اختلفنا هو بطبيعه الحال ان انا من القلعه، واغلبيه القلعه كلها مخرجه زملكاويه كتير على فكره، لكن انا كنت في مباراه مصطفى كامل اللي خرجت الدكتور حسن معوض عميد كليه التربيه الرياضيه دورتين، خرجت احسن لاعب في ضمن 10 لعيبه في العالم حسين منتصر، وكابتن نادي الزمالك حلم ابراهيم ومحمود عبد العزيز دوما، والحكم الدولي المرحوم حمدي خالد، كان كلها زمالك، وانا كنت اهلاوي، كانت العمليه صعبه عليا، وبعدين انا كنت عايز العب. ففعلا يعني اختلاف انا والكابتن شعبان عبد الرحيم الله يرحمه، ان انا بقى من القلعه وجريء وحاجات كده ومش عارف ايه. بعد ما استمريت سنه مشيت من هنا كلاعب، ورحت لعبت في نادي الترسانة لحد ما لعبت درجة أولى ومنتخب مصر في نادي الترسانة. لعبت في نادي الترسانة عشان ألاعب الزمالك، وكان شرط أساسي، وأنا بقول للمدرب الترسانة يومها لأن شافني جامد وقال لي أنت معاك استغنى من النادي الأهلي وبتاع، فقلت له شرط، إذا ما كناش هنلعب الزمالك مش هلعب. قال لي لا يا سيدي هتلاعب الزمالك، وهتلاعب الزمالك مرتين. ومن حسن حظي ومن حبي لنفسي وذاتي ان انا فعلا لعبت الزمالك في الترسانه، كسبنا في الزمالك كسبنا، وكانت اول بطوله على فكره في الناشئين تخش نادي الترسانه كانت باسم. جت لحد 63 74 لعبت درجه اولى، وكنت انا الناشئ الوحيد اللي يطلع، وكان بيلعب بقى في الوقت دوت معايا شريف الجمل، اللي هو شريف الجمل كان هو اداري هنا، ولعب بعد كده للنادي الاهلي، وسات اللي هو نبيل اسماعيل مهندس كان ماسك سكرتير اللعبه هنا. وجا في سنه 79 80 اتعرضوا لموقف هم هنا في النادي، بس قبل الموقف ده كانوا هم عايزين يطلعوا في الترسانه حد من الناشئين يطلع يلعب درجه اولى. كل ما تتعمل اللجنه كان فيها نبيل اسماعيل، وكان فيها كابتن شريف الجمل، وكابتن فيها اسعد ابراهيم كابتن فريق، يختارون انا.
المدرب يقول لهم يا جماعه ده جاي من النادي الاهلي واحنا عايزين حد يكون بيلعب في الترسانه وبتاع ومش عارف ايه الكلام ده. يعيدوا الاختبار قالوا لا ما فيش اللي هو اللي حنفي ده. انا اعتبرت ده جميل من الكابتن نبيل اسماعيل والكابتن شريف الجمل. فجيت في مدرب 14 سنه ما حصلوش نصيب وخد الفرقه ومضاف ترسانه ومضاف نادي الشمس فاصبحت النادي ما فيش فرقه. فالاستاذ عادل اسحاق سكرتير الاتحاد قال لي الكابتن نبيل اسماعيل لو عندك حظ كويس قوي 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 اللي ينقذك من الموقف ده درع من مثلث كرة السلة في التدريب. المثلث ده اتحاد العباسية كان كابتن حسن كحلة واشتغل هنا في النادي والتوفيقية جيل فتحي عبد العزيز الكابتن محمد السيد والقلعة كان الضلع الثالث اللي هو كان حنفي هيكل. كنا مميزين جدا في الناشئين وكنا مدربين شطار جدا 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 ونعرف شغلنا جدا جدا. قال له هو بيموت في الاهلي وكان نفسه فعلا يكمل لحد الدرجه الاولى ومنتخب مصر في النادي الاهلي لكن نصيبه بقى جاء في البتاع. ففعلا الكابتن نبيل اسماعيل باتصالاته كان يعرف كابتن مصطفى حسين وكان يعرف الكابتن خيري عبد الرحمن واللي هو فاروق الصاوي كان اداري كره يد. كلموني قابلت الكابتن نبيل اسماعيل في الوقت ده كان ضاع 3-4 ايام كده يعني. فهو قابل محمد السيد بتاع التوفيقيه وقال له محمد الموضوع كذا 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 بس انا ما اكذبش عليك انا كلمت حنفي هيكل بتاع القلعه وايه وربنا يوفق. قال له والله لو كان حنفي هيكل اللي في دماغي مبروك عليكم. قال له اللي حصل كان الميعاد كان يوم جمعه. جيت انا برضو قابلني انا الكابتن نبيل اسماعيل وقال لي يا حنفي على فكره يمكن يجي محمد السيد وحصل بيني وبينه حوار كذا 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 كذا. فقلت له والله اذا كان محمد السيد اللي في دماغي يبقى خلاص مبروك وانا معتذر. قال لي لا 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 هو قال لي كذا كذا. فانا رحت رايح لمحمد السيد التوفيقيه كان بيدرب بقى جيل فتحي عبد العزيز وجيل جامد قوي لان كانت الناشئين اتحاد عباسيه وتوفيقيه لا في اهلي ولا كان في زمالك ولا كان في انديه من دي خالص هم دول كانوا مسمعين. فرحت قوي 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 لما قابلت ايه محمد السيد يعتبر اخويا الكبير لان اكبر مني في السن. خدنا بعض بالاحضان وبتاع وقعدت اشيد بيه وبشغله في التوفيقيه وقال لي الاتي احنا عايزين نعمل مثلث يليق بكره السله المصريه وانت اهلاوي فانا مش يعني مش هزعل لما تروح مني بطوله ومن النادي الاهلي لان هو اهلاوي على فكره. فانا لقيت ولد صغير بيلعب الولد ده دلوقتي الدكتور عابر محمد السيد في كليه التربيه الرياضيه ولد صغير كده. قلت له محمد الولد ده جميل قوي قوي. قال لي قول لي ان انا هلعب في النادي هدرب بكره في النادي الاهلي وخده معاك في ايدك دلوقتي. ربك الحق الولد اغراني كان صغير وبيلعب باسكت جميل جدا. قلت له طب جهز لي ورقه انا حابل الكابتن نبيل اسماعيل في مكتبه في باب اللوق وهخلص معاه. طلعت قلت له انا قابلت محمد السيد وحصل كذا كذا. طبعا الراجل فرح وجينا هنا النادي ساعتها وقابلنا شريف الجمل وقلت للكابتن شريف الجمل كده يبقى هرد الجميل اللي عليا. احنا عملنا معاك جميل؟ قلت له اه عملته معايا جميل. ايه هو الجميل؟ قلت له فاكر لما
حب الناشئين تتصعد للدرجة الأولى، وأنت اخترتني مرة واثنين وكنت السبب إن ألعب منتخب مصر درجة أولى في الترسانة. قال لي أنت فاكر يا حنفي وبتاع كده، وقال لي إحنا عايزينك معانا. ادوني 18 كارنيه بطاقة لاعب، اللي موجود 11 واحد بس. طب فين يا جماعة الأولاد التانيين وبتاع؟ قالوا المدرب حصل فيه اكشن وبتاع. وبعدين انا من شهامه المدربين الاجيال بقى بتاع زمان كانت جميله، كان مدير النادي العميد ممدوح عبد الحكيم. انا ما اعرفش طبعا نظام النادي وتقاليده، فروحت لسياده العميد ممدوح عبد الحكيم عشان ايه؟ اتوسط مع النادي مع المدرب عشان يجيب لي الكرنيهات اللي معاه. فكان فوجئت بالآتي، شخط فيا، وانا مدرب على فكره، شخط فيا وقال لي انت شغلتك جايين تدرب وبس، مش مصلح اجتماعي. وانا خارج قابلت اللي هو نبيل اسماعيل، كلمت اللي هو اللي مش، قال لي طب وده صح يا حنفي، مدرب عمل كذا 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 كذا، انت تتوسط له؟ فانا قلت له وجهه نظري ان انا عايز اجيب اللعيبه دي وبتاع ومش عارف ايه. قال لي لا، ده مش شغلك. اعتذرت له وبدات انا ادور على الاولاد. الجيل ده كان جيل 67 68، من مواليد 67 68، يعني الأجيال طلعت جميلة قوي قوي من الجيل ده. لحد ما في قصة كانت ظريفة قوي، رحت حتة اسمها الطلبية، مش عارف ولا ايه، في الهرم. كانت الحتة ديت مش مستوية، وصلت للاعب اللي اسمه احمد ده عشان اجيبه، احمد اسماعيل ده. قابلت ابوه وكلمته وبتاع، وقال لي هو كان متعلق بالمدرب قوي قوي قوي. الولد قال لي يومها كلمه، وانا لسه على فكره ما اشتغلتش في النادي كل الحاجات دي وانا بلم اللعيبه، لقيته بيقول لي انا نفسي اتصور مع الخطيب. قلت له نفسك تتصور مع الكابتن الخطيب؟ قال اه. قلت له خلاص اوعدك. قال لي بتتكلم جد؟ قلت له اه بتكلم جد. احضر لي التمرين وهتتصور مع كابتن محمود الخطيب وتجهز لي ورقك. وفعلا كان التمرين ايه؟ اول حد يحط تمرين يوم جمعه الساعه 8 الصبح، حتى تاريخه على فكره. انا كنت بعمل 3 تدريبات في اليوم. فقلت له الساعه 8 الصبح، وربنا سبحانه وتعالى ما خيبليش رايي. وببص لقيت الكابتن محمود الله يشفيه ويديله الصحة بيجري التراك. الكلام ده سنة 81. نزلت الملعب واتكلمت مع الكابتن محمود، وقف لي اتكلم معايا واتصور مع اللعيب الجيل ده، والصورة دي عندي، واتصور معايا أنا بقى أنا وهو سنة 71. الولد طبعا راح قايل لزمايله ده الكابتن حنفي عمل كذا، وتصورت مع الكابتن محمود الخطيب وبتاع. وبدأنا نتدرب، وكان أول تمرين ليا. بعد أسبوع بالظبط كانوا هم خلصوا بطولة القاهرة بتاعتهم، قالوا لي إن الفرقة هتشترك في بطولة الجمهورية. لعبنا بورسعيد، طلع التحدي العباسيه الاول، التوفيقيه الثاني، الاهلي الثالث، وكان ده انجاز جميل جدا جدا بالنسبه للاولاد. وانا يعني من المدربين الشطار اللي ما كنتش اعرف الهزيمه على فكره، يعني الهزيمه كانت بالنسبه لي مش ورده خالص. طول عمري واخد على الفوز، طول عمري بكسب، واسمي كان كبير قوي لدرجه ان انا كنت بضرب الحربيه برضو،
وطلع فيها نجوم كبار جت النادي الاهلي، ومنهم من لعيب الكوره اسمه محمد عباس عشان ما نشتش. فكنت انا متفق مع الكابتن نبيل اسماعيل والكابتن شريف الجمل ان انا اخلص المهمه بتاعتي وامشي. قال لي ليه؟ حاول تكمل معانا. قلت له معلش، النادي الاهلي ده نادي عريق ونادي كبير قوي 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 قوي، وانا نفسي كنت اعمل اسم، فمش هعرف اعمله في اسم في النادي الاهلي، يعني استحاله. يعني لما الشعار بيتقال الاهلي فوق الجميع، ده حقيقه الاهلي فوق الجميع. اتفقت معاهم على كده. فلما جيت قدمت الاستقاله رفضت، واستمريت مع النادي الاهلي من سنه 79 80 لحد 2010 اللي فاتوا، سنة 2010 يوم 26/6 أجيال بقى اللي اتخرجت على إيدي، كابتن أشرف توفيق مدير الفني، وعلى فكرة إنصافا للحق في كرة السلة في مسميات طلعت كتير قوي، محمد السيد سليمان هداف مصر وكاس العالم في دورتين، محمد سيد سليمان كان بيلعب في نادي القاهرة، جه لعب عندنا هنا في النادي دربته، ومن حسن حظ على فكرة ان انا دربته ودربت مراته ودربت احمد سلعوة ونادير محمد سيد سليمان في امريكا دلوقتي كلهم. لكن عشان نبقى بالترتيب يعني، جيل الدكتور حسين فهمي من مواليد 61، كابتن النادي الاهلي والكابتن طاهر رجب كان مدير قطاع الناشئين ومسك برضه الفريق الاول، وعلى فكره كل دول من القلعه، انا جايبهم من القلعه. وسيد صابر، سيد صابر. فجت المسميات اللي هي طلعت معجزه كره السله. مين معجزه كره السله في مصر؟ الدكتور احمد ابو الفتوح. اتعمل عليه كتاب كابتن شراره كتب ان هو ابن نادي الجزيره وكذا وكذا. انا اعترضت على كابتن رياض شراره، قلت له لا ده ابن النادي الاهلي. قال لي هو كل حاجه تقول ابن النادي الاهلي ابن النادي الاهلي، هو ما فيش الا النادي الاهلي. قلت له ابن النادي الاهلي يا كابتن رياض. فسأل الدكتور أحمد، قال له كابتن حنفي قال كذا كذا، قال له في النادي الأهلي أول واحد تبدأ الأضواء كلها يسمى معجزة كرة السلة، معجزة كرة السلة. طيب سيد صابري، سيد صابري اللي هو ماسك دلوقتي المدير الناشئين للبنات، كان أحسن جناح في مصر جابته من ولادي برضو اللي انا ضميته من النادي الاهلي، وكان من القلعه على فكره، وكان المفروض ما يبطلش الوقت، كان ليه كمان 10 سنين، لعب جميع منتخبات مصر في المرحله السنيه. علي هاشم اللي موجود دلوقتي ماسك مدير قطاع البنات، مدير الفني، من مواليد 87، اصغر من الكابتن سيد صابر. لكن عشان اوريك ان احنا في قيمنا والقيم بتاعتنا واخلاقنا ما بنبصش ابدا لمين اكبر ومين اصغر ومين يشتغل تحت مين ومين يشتغل فوق مين، اكتر من مصلحه النادي فوق كل اي اعتبار. في كمان الكابتن اسامه السيد اللي ماسك 20 سنه، هتلاقي الصور والوقت هو صغنن قوي كده، من مواليد 76. الكابتن العملاق الكبير طه الغنام، طارق الغنام ابني، اشتغل معايا انا لوحدي بس 8 سنين، طارق الغنام. وابوه استاذنا كابتن طه الغنام
وعايز اقول ان والدتهم ست فاضله برضه بنت النادي الاهلي، واقول لها ربنا يشفيكي ويعافيكي ويديكي الصحه وتربي احفاد ولادك زي ما دربتي ربيت الكابتن طارق الغنام ابنك الكبير وطارق الغنام ورحاب الغنام، دول كلهم انا دربتهم. ففي الوقت ده كله كان كرة السلة في نادي الزمالك هي اللي طاغية، فكان مدربين النادي الاهلي كلهم من نادي الزمالك اللي هم الكبار، يعني الكابتن محمود احمد علي زمالك، تحسين عثمان زمالك، حسنين عمران زمالك، كابتن عادل شرف زمالك، طلع الجنيدي زمالك، كل دول مسكوا. لكن انا يتحسب لي حاجات جميله قوي ان اول جيل يبطل منه حد، كنت انا ماسك الدرجه الاولى مدرب عام، والكابتن عبد العزيز النمر، الدكتور عبد العزيز النمر ادعي له معايا بالشفاء العاجل يا رب ربنا يشفيه، من المدربين اللي اخلصوا للنادي الاهلي، هو كان مدير الفني وانا كنت مدرب العام، وكان الكابتن اشرف توفيق تنبأت له انه هيبقى مدرب كويس، لان كنا بنلاعب الزمالك في ملعب الزمالك، ودخل عليه كابتن نادي الزمالك ما فيش داعي لذكر الاسماء، ضربه في التركوه هنا كسرها، حصل له قطن في ايده هنا، اتعالج كابتن اشرف ولكن ما قدرش يكمل، طلب مننا والكابتن عبد العزيز انه هيعتزل التدريب بس بشرط يمسك فرقه في النادي. كابتن عبد العزيز الله يشفيه قال لي، قلت له بالعكس، ده الولد ده هيبقى مدرب كويس قوي قوي، لان واحنا راجعين في الباص قال لفته للمدير الفني وهو لاعب على فكره، بيقول له كان فاضل ثواني واتحسب خطا، فمدرب الزمالك دكتور اسماعيل سليم فاكر كده، قال للاعب بتاعه يشوط رميتين، يشوط الفاول خطا يعني بيتحسب، الخطا ده كان في القانون ممكن يديك تلعبه رميات حره او تلعبه اوت سايد، فكانت وجهه نظر الكابتن اشرف وهو لاعب ان الكره تتلعب اوت سايد، لما نلعب الاوت سايد يعرف يضيع الوقت، ساعتها حبيته جدا جدا جدا، لانه كمان باباه الكابتن فاروق توفيق اشتغل عندنا في النادي هنا وليه الفضل علينا كلنا، شغال لنا مدرب، عمه الكابتن سيد توفيق احسن من جابته مصر في كره السله عبد الكابتن، فقلت له يا دكتور انا حد الكابتن اشرف فرقتي اللي هي كانت تحت 15 سنه وهتفرج معاك في الدرجه الاولى، وكانت دي بدايه النادي الاهلي في تصنيع ابطال في كره السله وجيل من المدربين اللي لا يتكرروا، منهم اشرف توفيق، منهم جيل برضو كل الاسماء اللي هقول عليها دي دربتها، خالد بخيت ونبيل بخيت وطاهر رجب، كل دول بقى مدربين على اعلى مستوى، موسى علي خرج ضرب، البنات بتسمع مدربين بنات؟ لا طبعا، البنات عندنا خرجوا احسن مدربين فيك يا مصر، لبنى فاروق كابتن النادي الاهلي، كابتن ميسه يوسف، الكابتن سهى فكري، رحاب الغنام، عليا محمود الوقت بيتدرب في الناشئات، لعبوا لعب باسكت الوقت بقى النادي الاهلي اغنى اغنى نادي خرج مدربين لكره السله لمصر عكس الماضي ما كانش فيه، الوقت كان فيه احلى حاجه ان هم كان كل مدرب لكل لاعب يبطل
يلاقي فعلا بدا فيه فرق في النادي يمسكها ويكسب فيها. والدرع العام بتاع المنطقه على فكره ده احنا خدناه في عهدي 25 مره، يعني كان في مجموع البطولات كنا احنا بناخد 6-7 بطولات في السنه، فكنا في ناشئين جامدين جدا جدا جدا. ولكن اللي تتحسب بقى حقيقي لمجلس الإدارة الحالي بقيادة الكابتن محمود الخطيب ربنا يشفيه وأعضاء مجلس الإدارة والعمري فاروق الحاج العمري فاروق الراجل اللي بيحب كرة السلة من قلبه فعلا وكل أعضاء مجلس الإدارة، الدعم اللي بدأ يدعموه للفرق الجماعية اللي هي زي السلة زي كرة اليد زي الطايرة. في الماضي ما كانش فيه الحاجات دي كلها، كانت اللائحة بتقول إن إحنا نلاعب ولاد النادي ندرب ولاد النادي الفرق تتلعب من ولاد النادي، فكنا رغم كده ورغم النتائج اللي إحنا كنا بنعملها فكان بتقابلنا صعوبات. كل الفرق اللي أنت بتسمعها في النادي الأهلي ديت كان ملعب واحد بس، الملعب ده كان رمل مكان الصالة الأولى بتاعت الأمير عبد الله الفيصل، الصالة الأولانية. الصالة الأولانية دي اتعملت مكان ملعب كرة السلة وملعب كرة اليد كالرمل، وكان الافتتاح بتاعها سنة 1992. كان رئيس مجلس إدارة المرحوم المياسترو الكابتن صالح سليم. كابتن صالح سليم أمير عبد الله الفيصل تم الافتتاح هذه الصالة، وكنا بنشتغل بدون ملاعب على فكرة، بدون ملاعب. أنا اشتغلت سنين في مركز شباب الجزيرة، اشتغلت في باسم فرق النادي الأهلي، اشتغلت في المركز الأولمبي جيل 76 و75 سنتين، كل دول فرق النادي الأهلي كنا بنتدرب بره عقبال ما تتعمل الصالة بتاعة الأمير عبد الله الفيصل. ده انا هقول لك كمان على حاجه، احنا كنا فقراء جدا بالنسبه للملاعب خالص، هو ملعب واحد بس اللي جميع الفرق كانت بتتمرن عليه. وكنت انا بحسد الانديه اللي انا كنت بروح العب فيها، كنت بحسد نادي هليوبلس، احسد نادي الصيد، عندهم ملاعب جميله جدا جدا وما عندهمش فرق، احنا ما عندناش ملاعب وكنا بنكسب وكان عندنا ابطال. لما اتعملت الصاله ديت بقى قبل ما تتعمل لعبنا افريقيا في كرة السلة، واول ماتش كان تنزانيا، تنزانيا والنادي الاهلي. طيب هنلعب فين الماتش ده يا جماعة؟ كان النادي الزمالك عمل الصالة بتاعته المغطاة، كان اول نادي قبل مننا يعمل الصالة المغطاة. فاحنا قلنا ايه؟ طب ليه احنا ما نلعبش؟ خلي بالك شوف العلاقات بتاعت النادي الاهلي ومع بيت الأندية، عشان النادي الناس اللي بتسيء لأنديتها دول أفراد ما نجعوا بيهم. وقلنا ما نروح نلعب في صالة النادي الزمالك بطولة أفريقيا، النادي الأهلي هيلعب يلعب ملعبه صالة الزمالك؟ قلنا آه. طيب نأجرها. رحنا كابتن نبيل إسماعيل كان سكرتير اللعبة، سيادة اللواء نبيل إسماعيل، خدنا رأيه، هو عديل أبو الفتوح كان رئيس نادي الزمالك، وقال خلاص ما فيش مشاكل نروح نقابل الأستاذ أبو الفتوح ونجيب الموافقة. فلما رحنا نجيب الموافقة كان الأستاذ أبو الفتوح ما جاش، قالوا لنا روح للواء زقلط. فروحنا للواء زقلط، خد مني الجواب وعمل لي لستة تأجير كذا وتأجير كذا كده، يعني قصة جميلة. خدت منه الكلام ده، وبعدين بقول الكابتن نبيل إسماعيل إيه؟ على فكرة ده نادي الزمالك واخد الحمام السباحة بتاعنا 4 أيام في بطولة. قال لي معقول؟ وأنا بكلمه اللي هو الحاج أبو الفتوح دخل، لا انا بتعملوا ايه هنا؟ فالكابتن نبيل اسماعيل قال له الموضوع كذا كذا، قال له لا 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 ده انتوا اديتونا الحمام السباحه واديتونا كذا
فبص لله قال لي الجواب ده سلمته للنادي؟ قلت له لا. قال لي اقطعه. قطعته قدامه كده. قال له يا راجل بقى النادي الاهلي يدينا الحمام السباحه 4 ايام بدون مقابل وانت رايح كاتب له لسه ايه ديا؟ يلعبوا كل اللزوم كل ضيافه النادي الاهلي على حسابي. ولعبنا تنزانيا والنادي الاهلي في ملعب النادي الزمالك، وجمهور الزمالك شجع على فكره النادي الاهلي. اهلي وزمالك في السنه اللي بطل فيها الكابتن اشرف توفيق بطوله القاهره، والملعب الماتش ده بتاع النادي الاهلي، الماتش ده بتاع النادي الاهلي. خدنا قرار برضو ان احنا نلعب في صاله الزمالك. الدنيا قامت ما عادتش يا جماعه، قلنا لهم هنلعب في نادي الزمالك، ولعبنا نادي الزمالك في ملعب الزمالك، والنادي الاهلي كسب بطوله القاهره في ليله اعتزال الكابتن اشرف توفيق بدون مشاكل، بدون مشاكل. طول عمرنا احنا بنقدم. النهارده الصاله بتاعت الامير عبد الله الفيصل، شوف خدمت كام لعبه، شوف خدمت كام اتحاد. وعلى فكره برضو الافتتاح انا اللي عملته، الافتتاح الرياضي طابور العرض، وكان فيه شعار جميل قوي 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 احنا فقدناه. كان كل فرق النادي الاهلي لما تسافر بره كان في هتاف بنقوله 5 اهلي، 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5. اذا سمعنا ال5 اهلي دي نعرف ان في فرق في النادي الاهلي هنا. كنا نرشد على بعض ب5 اهلي، وكانت الصيحه بتضوي في قلب الصاله واتعمل 5 اهلي. الكلمه لاولياء الامور ان انا اشكر اولياء الامور، اشكرهم من كل قلبي، لان في الماضي كنت بألف محافظات مصر كلها عشان اجيب عناصر تضم لفرقه كره السله، تنفع لكره السله. كنت بحضر اختبارات كره القدم عشان الم عناصر تلعب كره سله. النهارده القاعده بتاعت ولادنا عدت ال 3000 كره في مدارس كره السله وفي جميع المدارس. اولياء الامور وقت بيجيبوا اولادها بيذاكروا في النادي، بيلعبوا في النادي، يروحوا بعد ما ينتهوا النادي اولياء الامور هم اللي بيجيبوهم ويتابعوهم. فشكرا شكرا، وليا رجاء خاص بس لاولياء الامور. انا كاب ليكم واخ ليكم وصديق ليكم، سيبوا المدربين تشتغل مع اولادكم، وفي النهايه شوفوا النتيجه. ما انا تتدخلش في النواحي الفنيه. مدربين النادي الاهلي دول كلهم من ابناء النادي الاهلي واعضاء في النادي الاهلي، بيخلصوا وبيدوا على اعلى مستوى. ولكن شكرا من شكرا 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 لاولياء الامور، واولياء امور جميله لا تدخلات ولا حاجه، ويعني مميزين حتى اولياء الامور الانديه الثانيه. يعني شوف حضرتك الحادث الاخير ده، اولياء الامور كانوا قاعدين ما حدش تدخل في حاجه، ما لهمش دعوه بحاجه. هم دول الحقيقيين الابطال الالعاب الصالات الحقيقيين، ابطال العاب الصالات هم الساده اولياء الامور. المدربين الشباب انا قدامكم الوقت يا اولاد، سني 77 سنه، عمري في حياتي ما دخنت ولا شربت سجاره، ما عملتش حاجه تخدم ربنا، اعرف ربنا كويس قوي. اقول لشباب الاهلي انت في بيت الامه، بيت الامه، بيت سعد زغلول وصفية زغلول، انت بيت النادي الاهلي العريق، البيت الكبير، صاحب الاسر الكبيره اللي تضم فخامة وعراقة ما بعدها عراقة في تاريخ السياسة والرياضة.
انت تسعد انك انت ابن من ابناء النادي الاهلي، امتثل بالاخلاق وبالروح الرياضيه تكون شاب ناجح.